الهدنة بين حماس وإسرائيل بتدخل حيز التنفيذ بعد ساعات، المفروض الكلام عن 10 الصبح بتوقيتهم يعني، وهو ما يفتح المجال أمام مجموعة بقى من الأسئلة المهمة المتعلقة بجبهة تانية مشتعلة بين حزب الله وإسرائيل. هل التهدئة في غزة دي فرصة لإسرائيل إنها بقى تتركز في جنوب لبنان، ولا الالتزام بقواعد الاشتباك بين الحزب وإسرائيل هو صاروخ من هنا مقابل صاروخ من هنا، مدفعية من هنا مقابل ضرب مدفعية من هنا، يعني إلى آخره، إن الأمور تفضل محكومة يعني تحت السيطرة، ما تخرجش بره الإطار المتفق عليه سواء صراحة أو ضمنا. مع العلم طبعا أن التصعيد من جانب إسرائيل لا يبشر بالخير، لأنه حصل استهداف لمنزل عضو بارز في حركة أمل، وتم قتل صحفيين تابعين لقناة لبنانية في الجنوب، ربنا يرحم اخواتنا واهلنا في كل مكان. من بيروت معانا السيد عمر معربون الخبير العسكري والاستراتيجي، مرحبا بك سيد عمر معربون. وخليني ابدا بسؤال واضح وصريح، هل حينما تبطل الجبهة الجنوبية دي فرصة عسكرية لإسرائيل انها تستغل قواتها، والكلام عن انها حشدت 100,000 جندي في الشمال ضد حزب الله ولبنان؟ تفضل يا فندم. مساء الخير، تحياتي لحضرتك وللمشاهدين الكرام. الحقيقة انا استمعت الى تصريحات لمسؤولين اسرائيليين البارحة يقولون فيها بشكل واضح ان الهدنة مع قطاع غزة يعني لن تكون يعني هي نفسها مع الجبهة اللبنانية مع حزب الله، وبالتالي هذا يعني تعبير عن مسألة سيئة، وهو يبيت نوايا سيئة. هذا طبعا يعني من خلال التصريحات. إذا ما ذهبنا إلى الواقعية في مقاربة هذه المسألة، لا يوجد يعني بين حزب الله والكيان الإسرائيلي اتفاق هدنة، وبالتالي عدم وجود هدنة أو توقف لإطلاق النار هذا أمر وارد. بالمقابل يعني دعنا نقارب مسألة يعني انطلاق الجبهة اللبنانية. الجبهة اللبنانية انطلقت فيها العمليات لمساندة جبهة غزة. مصادر حزب الله تقول يعني بشكل واضح أن توقف القتال في قطاع غزة يعني توقف القتال على الجبهة اللبنانية. هذا يعني في مكان ما أن أي عدم إطلاق النار من قبل لبنان سيقابله عدم إطلاق نار يعني موضوعيا ومنطقيا من قبل الجيش الإسرائيلي، لأنه القواعد التي تسير عليها الأمور الآن في جنوب لبنان هي رد ورد يعني متبادل، يعني هناك يعني استهداف ورد استهداف ورد. طبعا لم يعد هناك يعني قاعدة ثابتة في هذا المجال، يعني أن يرد حزب الله على استهداف أو العكس. يعني هناك الآن في لبنان إذا أردنا توصيف الجبهة هناك حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، يعني ليس هناك خرق لل 1701 فقط، سقطت كل قواعد الاشتباك السابقة ونحن أمام وضعية جديدة. يعني ايه قواعد الاشتباك سيد عمر معربون؟ يعني ايه قواعد الاشتباك في الحاله بتاعه جنوب لبنان ما بين حزب الله واسرائيل؟ هلا تعريف قواعد الاشتباك يعني، وهذا سؤال اشكرك عليه، يعني هي وضعيه قتال لا يتفق عليها الجانبان بشكل خطي. يعني هي نمط او مستوى من القتال يسير باتجاه يعني الرتابة أو الستاتيكو، يعني يصبح ستاتيكو معين، وضعية معينة قائمة، وضع راهن قواعده. وضع راهن إذا ذهبنا إلى توصيف الوضعية في جنوب لبنان نستطيع من خلالها استشفاف ما هي قواعد الاشتباك. أنا شخصيا اعتبرت يعني منذ اليوم الأول والثاني لانطلاق الجبهة اللبنانية والأعمال القتالية في الجبهة اللبنانية أننا في حرب، لكن هذه حرب مقيدة بمكان وعمق وسقف. طيب هذه العوامل الثلاثة تحرك مكان عمق سقف. ايه المكان وايه العمق وايه السقف؟ المكان هو يعني خط الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. العمق يعني وصل في بعض الأحيان إلى 10-14-15 كيلومتر في الاتجاهين، لكن يعني الثابت والنسبة الأكبر
هي العمق الذي لم يتجاوز 5 كيلومتر. إذا هذا مكان، هذا أيضا عمق، يعني المكان لا يتغير، العمق يتغير، السقف أيضا يتغير، السقف بما يرتبط بنوعية الأسلحة واستخدامها. يعني حزب الله وصل إلى مرحلة الاستخدام المتواتر لصواريخ بركان، بدأ بإرسال الطائرات الانقضاضية أو الانتحارية، يعني حتى يفهم ما معنى انقضاضية. وصل إلى مرحلة استهداف الطائرات المسيرة، وأسقط حتى الآن 4 طائرات مسيرة، وطائرات مسيرة حديثة جدا من طراز هرمز 450. بالتالي يعني الوضعية هذه هي وضعية خطيرة، ليست وضعية مطمئنة. صح هناك ستاتيكو قائم، لكن هذا يمكن أن يؤدي إلى خطأ كبير، يعني مثلا تكرار استهداف المدنيين، ذهاب إسرائيل إلى مثلا استهداف بنى ذات طابع استراتيجي حتى يعني في العمق 10 إلى 15 كيلومتر. هلا حتى اللحظة هناك رد متماثل، يعني عندما استهدفت إسرائيل معمل الألومنيوم في النبطية، تم استهداف معمل رافائيل للصناعات العسكرية في كريات شمونة. إذا الوضعية القائمة حتى اللحظة هي على ما هي عليه. إذا ما عدنا إلى أول السؤال، يعني هل ستلتزم إسرائيل بالهدنة في جنوب لبنان؟ بحسب التصريحات الإسرائيلية لا. بحسب يعني وضعية حزب الله، حزب الله يقول أننا يعني أطلقنا هذه المعركة لمساندة أهل غزة، وهي مرتبطة بوقف إطلاق النار أو عدمه في غزة. على العموم يعني الهدنة ستبدأ غدا صباحا، وبالتالي سنكون أمام مشهد واضح، لأنه حتى في غزة أستاذي الكريم الهدنة في الشمال تختلف عن الهدنة في الجنوب. الهدنة في الشمال هي 6 ساعات من 10 صباحا حتى 4 عصرا. إذا يعني هناك اتفاقية معقدة بما يرتبط بالهدنة حتى في فلسطين، يعني حتى في قطاع غزة. وبالتالي يعني يمكن أن نكون أمام مشهد معقد أيضا بما يرتبط بالهدنة في جنوب لبنان. يعني الحسم في هذه المسألة هو متابعة الوضعية بعد الساعة 10 صباحا من يوم غد طبعا حتى المساء، لنرى إذا ما كانت الجبهة اللبنانية وشمال فلسطين سيستقر الوضع فيها، وبالتالي نكون أمام يعني نمط جديد من نمط الاستاتيكو القائم حاليا. كل الشكر لحضرتك الخبير العسكري والاستراتيجي السيد عمر معربون من بيروت.